Donc, à qui de bien sûr, on fera les questions. Donc, on a fait l'exercice numéro 1. On a sinus 8 de temps, il y a le courbe A. On a sinus 8 d'espace, il y a le courbe B. Donc, le courbe A, on a fait la fréquence N. Donc, on a fait la fréquence N. On a fait le carreau, il y a 40 millisecondes. نفس الكارو فيه دو بيريود نفس الكارو هو بيدو نفس الكارو فيه دو بيريود دونك هنا في الكوريكسيون باش نقولوا له باش نقولوا له انه ان كارو كوريسبون ا 40 ملي سكوند ولكن ان كارو دو تي دونك قلنا 20 ملي سكوند و ان ايغال ا 1 سور تي ايغال 50 هرتز داكور نرجع l'équation donnant la variation de l'élongation du point M1 en fonction du temps, sachant que S débute son mouvement à l'origine du temps, c'est-à-dire que S est le mouvement T égale à 0. Donc, nous avons une correction. Nous avons le point M1. Nous avons l'instant entre 0 et θ qui marque dans le marque fait YM1 égale à 0. Ou bien sûr, pour l'instant supérieur égal à θ, égal à m1 est égal à a sinus oméga t plus phi m1. N'est-ce pas que je fais a, il y a 4 mm. Donc, l'oméga, il y a 2 pi n, 100 pi radian seconde moins 100. D'accord? On a, je n'ai pas dit, a t égale θ plus t sur 4. Allez, à la khatr, là, qui n'aime pas, pour l'instant θ, retour à l'instant θ, l'instant θ, باش نلقى YM1 est égal à 0. Donc YM1 est égal à 0, باش تراسي نقول croissante ou décroissante. باش تراسي ندخل في حكايه croissante ou décroissante. Alors, انا كي نجي لهنا θ هذه قد نزيدها ديما نزيدها t sur 4. ديما نزيدها t sur 4 باش نلقى اما في الماكسيموم والا في المينيموم. Donc θ هي 2t هذه θ هي 2t. باش نزيدها انا نزيدها جوست ربع بيريود واش باش نقول؟ باش نقول راهي وقتها YM1 إيكال أ، شوف واش قلت في الكوريكسيون، قلت بور لو بوان بور T إيكال تيتا بلس T سور 4، YM1 دو تيتا بلس T سور 4 إيكال أ في الماكسيموم أنا، تيتا ما هي 2T، التيتا الـ 40 ملي سكوند هي 2T، وأنا إيش زدتها؟ زدتها T سور 4، إيش ولات الحكاية الكل؟ قال لك ولات 2.25T. Donc A sinus oméga fois 2.25t plus phi m1 égale à A. Donc, maintenant, nous devons dire que θ égale à 2t. Donc, tu as souris. Donc, θ est égal à 2t. Ah, d'accord, monsieur. Allez, اخترناها θ égale à 2t. واش نحن اخترناها هي كيك. هي كيك. اسم الكون كنا نقولوا فيها تو ها هي هي اي معنا ال 40 ملي سكوند هذيك ما هي تيتا ولا لا ال 40 ملي سكوند كي ترجع للكور ما هي الوحده قدامك السيري ولا لا كي ترجع هنا 40 ملي سكوند هذيك 2 تي مش احنا اخترناها هو عطاها لنا فهمتك دونك اي نعرف مالتك يعني اوبليغاتوار حكيت تيتا بلس تي سور 4 والله احسن يا وصال احسن طريق علاش على خاطر وقت اللي تقول سينوس ا سينوس ايغال ا باش تلقى سينوس ايغال ا فهمتني خير ملي تلقى سينوس ايغال 0 تقول ايغال 0 او بي وبعد لي كرواسونت ودي كرواسونت فهمتك احسن حاجه تبعد عليها هذيك في اللون تبعد عليها خاطر تدخل بعضها ساعات التلميذ في باله التي فاري وهي الاكس فاري وساعات العكس في باله الاكس فاري وهي تي فاري دونك باش تبعد على الحكايه هذيك انا تاخو تبعد على الانستانت تي تاب تي سور 4 برك مهما كانت الكور تبعد على تي تاب تي سور 4 باش تلقاها اما في الماكسيموم ولا في المينيموم مشو غلطه كي نعمل اي ام دو تي هي اي اس دو تي موان تي تا لا سالك عليها من بعد اي اس من بعد انت ما عندكش اي اس استعملت اه اي دونك هنا اش باش تعمل باش تعمل باش الاوميغا باش تبدلها شفتوا الاوميغا الاوميغا باش بدلها الاوميغا اي بدلها ب 2 بي سور تي باه والاخرى 2.25 تي دونك اون فا سامبليفي بار تي
D'accord? Bien. Maintenant, nous avons une simplification de t. Je vais vous dire 2,25 fois 2, ça fait 4,5. C'est voilà. Oui. 2,25 fois 2, voilà 4,5 pi. Et dire quoi? Bien. Qui voilà 4,5 pi. Quand est-ce que nous avons ديما ديما في اللونغ نحيمنا 2 بي حطوا في بالكم 4 بي يعطيكم الصح تقعد لنا 1.2 اخر يا جماعه ديما حطوا في بالكم في اللونغ 2 كابي عوضوها بالزيرو كي تحب تعمل كومبليكاسيون شفت 2 كابي هذه دونك ديريكتومون انت اكتب 2 سامحوني دونك 2 كابي جست لحظه 2 كابي عوضوها بالزيرو تقعد لنا بي سور 2 يعني استنى خلينا دونك تقعد لنا كما قلت انت بي سور 2 2 كابي هذه ونلقاها زيرو انا 4 بي 6 بي 8 بي ولا بالنيجاتيف موان 2 بي موان 4 بي موان 6 بي هذا كنت نعوضهم زيرو باهي كي نحي 4 بي اش تبقى لي 0.5 بي معناها 0.5 بي معناها بي سور 2 اش ولات عندي ولات عندي سينوس بي سور 2 بلس في ام 1 يقال 1 اور اللي عنده سينوس يقال 1 هو شنو؟ بي سور 2 ولا مو بي سور 1 سينوس اي تو اللي عندي بي سور 2 بلس في ام 1 يقال بي سور 2 بي سور 2 رتمه سريعه توا ما غيرش لا كرواس ياسر برشا اي دونك نولي نعمل في ام 1 يقال 0 وي داكور عسلامة مسيو عسلامة مرحبا من الضيفة القادمة اسلام مسيو اسلام عسلامة مرحبا بك يا اسلام باهي هاي سيدي عسلامة عايشك مسيو الفي ام ان شوفوا توا ايكغيك ام ان شو ولات ولات 4 10 موان 3 100 بي تي توا يحب على ايكغيك اس شو شنو نقولوا له ايكغيك اس هي ايكغيك ام ان دو تي بلس تيتا كما تفهمنا المرة اللي فاتت YS هي YM1 de T plus θ. Donc, je me suis dit, donc, je vais dire A sinus omega T, ou θ est ce qu'il y a. Fahamna عليها. Donc, je ne vais pas dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, donc, je vais dire, à côté, et θ, il y a 2T. 2T, il y a 40 millisecondes. Mais nous avons dit, je vais dire 2T, les valeurs, je vais dire, je vais dire, خاطر احنا كي نخدموا باش نجموا نخدموا لي زيكزارسيس كل نحينا التيتا اش حاطينها في بلاصتها التيتا هذه اش حاطينها في بلاصتها يعني بلاصتها باهي ولات شي اوميغا تي بلس اوميغا دو تي هاك الاوميغا ماي دو بي سور تي زادك العاده نعملوا سامبليفيكاسيون بار تي اش باش يصير لنا باش تلقى سامبليفيكاسيون شو تولي عندي قالك شو اللي عندك ا سينوس اوميغا تي بلس 4 بي صار 4 بي نطيروها نحي 0 0 ا سينوس اوميغا تي هذيك الايكغيك اس دو تي داكور باهي هذه توا البارتي الاولى نتاع لي كيستيون باش نمشيو للبارتي الثانيه دوزيامون عطيناه الايكغيك ام ا وعطيناه الايكغيك اس توا قال لا كورب ريبريزونتون لاسبي دو لا كورد اي اون دات تي 1 دونك هذه مصوره في الدات تي 1 دونك ديتيرميني لا لونغور دوند باش نطلع لك اللونغور دوند هاك عطيتني انت حاجه مهمه لهنا لازمني نلاحظها يعطيك الصحة اللي هي 0.6 والإكس باش بالمتر هات نشوفوك 0.6 لين نحيو الفيديو يا جماعة نحيو الفيديو خاطر يثقل لنا الواحد ما عادش تسمعوا بعض اللي حط الفيديو ينحيه فوالا ميرسي دونك تشوفك 0.6 هذيك خاطر ركزوا عليها 0.6 ركزوا عليها نلقاو فيها هذه سينوزويد دو كوا هذه سينوزويد ديسباس علاش سينوزويد ديسباس على خاطر اون فونكسيون بالاكس خاطر اون فونكسيون خاطر اون فونكسيون دو خاطر اون فونكسيون دو اكس مالا هذه ريتو تون دو اكس لامدا حد لنا قد 1.5 لامدا يعطيكم الصحه هذه لامدا هذه 1.5 لامدا 0.6 فوالا باش نقول انه 0.6 ايجالا 0.6 مالا لامدا 0.4 لامدا 0.4 يعطيكم الصحة باهي من بعد اش طلب منا هو بعد ما طلب منا اللامدا سيليريتي سيليريتي بيان سور باش يطلبني في السيليريتي خاطر عندي كل شيء تو نقول له اللامدا هي التلفزة كلا
هي في سور ان والفي هي شنية لامدا فو ان هكونا لامدا فو ان تطلع لنا 20 متر بار سكوند 20 متر سكوند موزا تي بون باهي بارا نواصلوا تو نهبطكم الكوريكسيون زاد مسجلة تعاودوا تشوفوها بعد السيليريتي قال يعطيني الانستان تي ان الانستان تي ان معروف هو صورها في الانستان تي ان هي وين وصلت كي صورها الانستان تي ان وصلت لهنا اكس اف اكس اف لكن الاكس اف احنا عطيناها الاكسبريسيون تاعها المره اللي فاتت خلوا دبري لا كورب بي اكس اف يقال في تي ان لامدا اي سي دي ها هي ها هي هذه لامدا هذه دو لامدا وهذه دو برغو 5 لامدا يعطيكم الصحه جينا ا اكس اف يقال دو برغو 5 لامدا في فو تي ان يقال دو 5 لامدا دونك في ايت ايغال دو برغو 5 طلبني في تي ان تي ان هو مش طلبني اي طلبني في تي ان يعطيكم الصحه تي ان هنا قد لقيتوها هات نكتبوها مع بعض 005 دونك تي ان بالضبط تي ان 005 جينا 2.5 لامدا ديفيزي بار في عندي اللامدا وعندي الفي تطلع لي 0.05 سكوند اي سي دي نمشيو للكيسيون من بعد اخذ اش قال لي في الكيسيون من بعد الف اعطيني فانا لحظه فانا وقت لون توصل للاكستريميتي نتاع الكورد نقول له وقت اللي لون توصل للاكستريميتي نتاع الكورد راهي الاكس اف باش تولي ال هكا ولا مادام لون وصلت للاخر نتاع الكورد وصلت لهنا ريتو لهنا الاكس اف الاكس اف باش تساوي لونغور دو لا كورد فوالا هذاك باش نقولوا له مره نواصلوا دونك لوسكو لون اتان لا فان دو لا كورد اكس اف ايغال ا ال في فوا تي اف ايغال ا ال Donc TF est égal à L sur V. L sur V. 007. Aime. 007. Je ne sais pas si je suis là. 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 زيد كيف كيف باش نبعث لكم كيما قلت لكم الكوريكسيون لقيتوا اي مشكل كلموني pour observer l'aspect de la corde à la date T1 on utilise un stroboscope dont les fréquences des éclairs varient de 20 à 240 Hz يعني هو كيف حب يتحصل على l'immobilité apparente donc باش يشوفها immobile استعمل الستروبوسكوب les fréquences نتاعو ما بين ال 20 و 240 à déterminer les fréquences du stroboscope qui peuvent donner l'immobilité apparente observée à la date T1. Ah, c'est dit. Monsieur le Christ, 25 ou 50, c'est ça. Avec ça, c'est ça. Avec ça, c'est ça. On dit pour que la corde apparaisse immobile, il faut que N égale à K, N, E, à quoi là? N sur N, E égale à K. K appartenant à N étoile. Ben, N, E, je m'en sais. N E تساوي N sur K. لكن ال N E هذه إيش قال لي عليها هو؟ قال لي ما بين شنو؟ 240. قال لي ما بين 240 وما بين ال 20. ال 20. هكا ال N E هذيك ما N sur K ولا؟ وال N 50. يعطيك صح. وأنا ماني نعرف أني أنا باش نطلع لي K الكل لازمني نطلع ال K. باش نطلع لي فالور الكل لازمني نطلع ال K. مشيت لل N E باش عوضتها ال N E عوضتها بال N sur K. N sur K. إيه. توا شو اللي عندي؟ شو اللي عندي N sur K اللي اللي في بيته يسكر بيته باش ما نسمعوش الحس N sur K ما بين ال 1 sur 20 وما بين ال 1 sur 240 هنا سامحوني ال N sur K ما بين 240 وال 20 قلبناها ال N sur K ولات K sur N K sur N كي ولات K sur N لازمنا نقلبوا الاخرين زاد تولي ما بين 1 240 و 1 sur 20 دونك نخليو الكا اللي حاشنا بها ما حاشتنا باللي فالور دو كا دونك نطلعوا الان على اليمين وعلى اليسار نضربوا الان في الكل فاهمين يا جماعه اي دونك الكا ما بين الان وما بين الان سير 240 دونك نلقاو الكا ما بين 0.0 و 2.5 داكور الكا ما بين وي مسيو انا لقيت 50 و 25 اما تشيكي كمان قلت لي ان سور ان او ايغال ا كا دونك دو فالور دو ان مشيت تجرب بالوحده بالوحده ميسالش لا ميسالش عملت ان او ايغال 50 ان او ايغال 25 اي لا انا بدي عملت هكاك تجرب في لي فالور اونتي نتاع الكا صحيح ولا
اي وقت اللي نعمل خاطر الكا هذا سهل اما ديما ديما اعمل لونكادرمون خاطر لونكادرمون في ديكا واحد اخرين يطلع لك كل شيء اما الكا فالور دونك باش تبدا تجرب بشويه بشويه تطلعها سي سي كوريكت راه ماهيش غلط دونك لهنا الكا ما بين 0.02 و 2.5 والكا ابارتنون ا ان ايتوال ما ننساش انا اللي انا نتعامل مع كا في الان ايتوال اش معناها معنا 1 2 3 4 5 6 دونك ما بين 0.02 و 2.5 باش نلقى نلقى كان شي 1 و 2 لا نجم نلقى 0 ولا نجم نلقى 3 دونك ما بين الكا مادام الكا هي 1 و 2 نرجع انا وقتها الاكسبريسيون تاع الان او ريتو نرجع وقت اللي الكا ايغال 1 ما ال ان 50 ولا لا 50 سور 1 تعطيني 50 وقت اللي الكا ايغال 2 50 سور 2 تعطيني 25 اوكي يا جماعه اي مسيو اي اي واضح مسيو صافا باه برا نمشيو ليكزيرسيس 2 توا في ليكزيرسيس 2 قال ليكسيميتي او دون كورد دونك هنا في عندي نسميها اس ليكسيميتي تاع الكورد سماها او إلاستيك هوريزونتال او ا تندو دو لونغور ال ايغال ا 1.2 متر اي تانيمي دا موفمون ريكتيليني سينوزويدال son élongation mesurée à partir de sa position d'équilibre YO de T A sinus oméga T plus phi O. L'aspect de la corde à l'instant T1, donc attends, اللي نشوفوا فيها هذيك مصوره وقتاش؟ فك اللحظه هذيك في T1. Donc, est représenté sur la figure 50 bien sûr, mis ci-dessous. En exploitant la courbe 50, déterminer la longueur d'onde lambda. Donc, لاحظوا هنا هذايا هذه X هكولا. ماي اكس دونك زوين دو باس ما لما بين الماكسيموم والماكسيموم هذه شنو هي لامدا 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 على خاطر هنا عندي اكس ما لامدا قد ايه 20 لامدا 20 سنتيمتر نشوفوا الكيسيون كيف هي لامدا 20 سنتيمتر الماكس انت قد ايه لقيت انا سالوه لا خلينا نسالو يا ريان انت قد ايه لقيت لامدا انا قلت 3.25 قلت لامدا لامدا يا ريان من الماكس للماكس راه يا ريان لامدا من هنا لهنا راه مش عندك هذه سينوزويد ديسباس هاي هذه سينوزويد ديسباس دونك في سينوزويد ديسباس كي تاخذ من الماكسيموم للماكسيموم شنو هذيك لامدا لا لا انت قول لي انت قول لي مش هذيك لامدا مش تسالني انت قول لي انت كيفاش فاهمها انا فاهمها مسيو لامدا كيما ايوا مثلا ريت كيفاش نقول لك قول لي قول لي فاهمها قول لي فاهمها باش تتصلح الامور فاهمها كيما البريود انا اش حطيت 3.25 لامدا ايغال 60 سنتيمتر دونك لامدا ايغال لا مش 60 عاد تجيك 65 اي 65 جد عملت هكاك وجدني 02 مش صحيحه اي صحيحه اي هو لو كان خدا 65 تطلع صحيحه زاد اي لقيتها ماشي عملت هكاك يا ريان لو كان عملت 3.25 لامدا ايغال 65 تطلع لك صحيحه اخسر شوف تبعني تبعني ريت هذه 20 ريت هذه 20 هذه 40 هذه 60 فهمتني هذه 20 هذه 40 هذه 60 لكن انت تحكي على 3.25 لامدا لهنا لا اما هي واضحه علاش انا نمشي نعمل في 3.25 لامدا وهي قدامي ها هي اللامدا هذه اللامدا هذيك اللامدا قد اعطاها لي هو 20 سنتيمتر دونك ديريكت نقول له انا دابري لو غراف لامدا ايغال 0.2 اللي هي 20 سنتيمتر باه نتعداو تو الكيسيون من بعد طلعنا اللامدا كيك قالنا لا سيليتي دو بروباغاسيون لو لون دو لا كورد السيليريتي كما قال ريان تويك الاكس اف هذه ما 3.25 لامدا صحيح ولا اكس اف هي 3.25 لامدا والاكس اف ما في فوا تي ان ولا لا والتي ان عطاها لنا تي ان عطاها لنا دونك نرجع لهنا باش نقولوا له دابري لو غراف اكس اف ايتيغال 3.25 لامدا في فوا تي ان معناها الاكس اف باش عوضناها الاكس اف ريتو الاكس اف هذه باش عوضناها عوضناها بالفي فوا تي 1 في فوا تي 1 ايغال 3.25 لامدا ونطلعوا له الفي نلقاوها زاده 20 متر بار سكون بالله لحظه برك ها
تشوفوا في الاكران ولا لا؟ اي مشي اي سي بون. على خاطر انا ناخذ الكونيكسيون من التليفون خاطر هو 4G معنا يكون ما فيش مشكل. كيف يطلبني حد تصير بيرتورباسيون على كل باهي توا سي بون الفيتاس لقيتوها الكل السيليريتي كاكا ولا؟ اي نرجع توا قال اعطيني توا الفريكونس ان حاجه سهله فريكونس ان ما حد ما دونك لامدا هي تي في دونك هذه كيستيون سي كيستيون سي لامدا ايغالا تي في ايغالا في سور ان ان ايغالا في سور لامدا 100 هرتز لقيتوها كاكا أي نجم نواصل معنا ما حاجه مش واضحه كلموني ديريكت قل لي علاش عملت هيك هو اش طلب مني قال لي ديتيرميني سوا ان بوين ام دو لاكورد ابسيس اكس ان ابليكون لو برينسيپ دو بروباغاسيون ايكريير ليكواسيون اورير دو موفمون دو بوين ام الله يبارك دونك هذه تفهمنا فيها وقديناها مع بعضنا كان تذكروا باللحظه دونك قلنا ما بين الزيرو والتيتا دونك هذا الانستانت تيتا ما بين الزيرو والتيتا ym1 دو تي ولا ym2 تي يقال زيرو هكا ولا دونك وقت البوان ام علاش ym يقال زيرو على خاطر لوند ما زالت موصلتش صح دونك ym2 تي هي yo2 تي مون تيتا دونك هذه معناها باش تولي اوتوماتيك عندنا احنا كما قبل كنا نعملوا ليكواسيون ديفيرونسيال ونعملوا سوليسيون ريتو قبل كي نعمل ليكواسيون ديفيرونسيال والسوليسيون من الاول كانت ديليكا شويه ومن بعد تالي ولات عاديه جدا دونك باش نمشيو لل ايغريك او دو تي ا سينوس اوميغا تي مون تيتا بلس في او وبعد اون فا بيان سور باش نعملو باش ننشرو كيما عملنا اوميغا تي مو اوميغا تيتا دونك بلس في او بعد باش تولي لنا اكل اوميغا تيتا هذيك الاوميغا عوضناها ب 2 بي سور تي والتيتا عوضناها بالاكس سور في دونك ولات لنا ا سينوس اوميغا تي مون 2 بي اكس لامدا بلس في او هذه باش تولي معروفه برشا برا توا هذه باش تولي معروفه داكور سامحوني لحظه برك C'est bon, genre. Il y a quelque chose de style de Tarek, toi. Il est Tarek, mais il est clair. Yeah. Je crois que c'est un peu comme ça. Il est Tarek, c'est un peu comme ça. Tu vois l'écran, ou là? ناحي ستيلو ما كانش طاو نسكر طاو نسكر فرد مرة فسخ يمسو راني مش نطلع كون قص عليك را ألو تشوفوا في الإكران ولا لا هاي من قبيلة غادي نشوفوا في الإكران أي شكون اللي كتب هذا يفسخ فيسا وينو ماني قادر نشوف شنو كتب؟ 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 اي سي بون سي بون هذه تتعود لما تبدا تخدم فيها اللي انت ولي عندك حاجه عاديه وحاجه سهله باهي نمشيو نشوفوا الكيستيون اللي من بعد الايغريك ام ديتيرميني لا فاز انيسيال الله يبارك نمشيو نشوفوا الفاز انيسيال قبل ما نشوفوا الفاز انيسيال شفتوا هذه الكورب هذه فانا انستون مصوره تي 1 الانستون تي 1 هكا لا باهي وهذه ما هذه الكورد راهي اللي مصوره هي شوفوا البوان او فين في الانستان تي 1 البوان او ها هو فين ريتو فين البوان او في الاي اي اش باش نقول له انا باش نقول له ا تي ايغال تي 1 تي 1 هنا علاش خديتها 3 25 تي شكون يفكرني علاش خديتها 3 25 تي 1
وزدنا أربعة بريود. لا لا على خاطر الإكس إف قدام اللامدا. 3.25. إذا كان الإكس إف 3.25 لامدا ما لا تيانش مش تكون. أيق. 3.25. نذكركم في الحكاية باش نذكركم فيها. 3.25 تي هي. أخص. إذا كان أنا عندي الإكس إف كما قلنا توا 3.25 لامدا هذه في فاتي أ ولا لا؟ ولا لامدا شنية؟ هي تي في. تي فوا في. تي فوا في. نحيو الفي منا ومنا. تبقى لنا تي أ. 3.25 تي. هذه تفهمنا فيها من المرة اللي فاتت قلنا كي نلقاو الإكس إف 3.25 لامدا ما لا تي أش نكتبوها 3.25 تي. إي. الإيجرق أو فين؟ في الأ ها هي الإيجرق أو بادية من الأ فكل لحظة اللي صور فيها هو هاي اللحظة اللي صور فيها الأو فين؟ في الأ هذاك شقلت له أنا إيجرق أو دو تي أم في الأ بي آه سيدي نقدمه شوية دونك قلت له أ سينوس أوميغا تي أم بلس في أو إيجال أ دونك سينوس أوميغا تي أم بلس في أو إيجال أ تاو باش نعملو سامبليفيكاسيون بارتي صحيح ولا؟ إي ناخذ ستيلو دونك هذا تي وهذا تي اش باش يبقى لنا 6.5 بي 6.5 بي سينوس نتاع 6.5 بي مع الفي او ايغال 1 6.5 باش نحيو منها نحيو منها 6 اش يبقى لنا بقى لنا بي سور 2 ما لا بي سور 2 بلس في او ايغال بي سور 2 علاش ايغال بي سور 2 خاطر السينوس قد ايه سينوس 1 بي سور 2 بلس في او ايغال بي سور 2 دونك في او ايغال A0. فهمنا؟ أي مسيو. دونك نمشي وتوا ليكزرسيس اللي بعد. Une corde élastique de longueur infinie tendue horizontalement attachée par son extrémité S à une lame vibrante qui lui communique à partir de l'instant T0 égale à 0 des vibrations sinusoïdales de fréquence N. On suppose qu'il n'y a aucun amortissement. Décrire brièvement ce qu'on observe donc en lumière ordinaire et en lumière stroboscopique pour T E légèrement supérieur à T. Les deux cas, nous allons voir ensemble. Donc lumière ordinaire ou lumière stroboscopique. Donc, Monsieur, pourquoi nous avons fait ça? Pas d'amortissement, pas de réflexion. Maintenant, l'amplitude, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour me dire? Non, mais qu'est-ce que tu me dis? Il est en train de te dire quoi? Il est en train de te dire. Tu as écrit ça. Oui, on suppose qu'il n'y a aucun amortissement. Ok, je suis pas bien, les mathématiques sont amortissement. Qu'on suppose, on dit que j'aime bien. Oui, c'est une amortissement. Tu as dit que 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 tu آه لا لا هنا معناها اون سيبوز كي نيا اوكان امورتيسمون باش التلميذ معناها يحط في باله اللي لامبليتود ما تبدلش كاو اي باه اي سيدي هنا اون لوميير اوردينير اون اوبسيرف اون بوند ريكتانغولار فلو كي ريبريزونت لي ديفيرونت بوزيسيون دو لاكورد هذاك اش كاسكون اوبسيرف بالعين المجرده يعني من غير ستروبوسكوب توا اش قال لي على تي او قال لي تي او ليجيرمون سوبيريور ا تي مالا 1 سور ان او légèrement supérieur à 1 sur n. Je vois les andes. Là, direct. N légèrement supérieur à n e. Oh, je vois les andes. Quand on a l'hymne, le n, mouchit t. Le n légèrement supérieur à n e. On observe une onde qui prend naissance au niveau de la source et qui se propage lentement en s'éloignant de celle-ci. C'est le ralenti direct. À la khatr le n, akbar chouayem le n e. Pana kayen le n e. مثلا نقولوا 98 والان 100 وقت نشوفوا رالونتي ديريكت ديما ريزونمون على الان والان او كلي 3 كا اللي حكينا عليهم ما قلنا اذا كان الان ليجيرمون سوبيريور على كان او سي لو رالونتي ديريكت ليجيرمون انفيريور سي لو رالونتي انفيرس هذوك نلاحظوهم هكا قال لون دي كورب دو لا فيغور 1 ريبريزونت لو ديغرام دو موفمون دو بوان ا de la corde située au repos à une distance XA de S. L'autre représente l'aspect de la corde à un instant de date T1. Identifier les courbes 1 et 2 en justifiant la réponse. En déduire les valeurs de la période temporelle et de la période spatiale. Ahouma les deux courbes.
دونك هنا انا امتى سينوزويد ديسباس وانا سينوزويد دو طون لولا استي دو لا كورد لولا سين نتاع الطون ولولا نتاع لاسبي دو لا يعطيكم الصحه لولا نتاع سينوزويد ديسباس اللي هي لاسبي دو لا كورد والثانيه سينوزويد دو طون ها باش نقولوا له علاش باش نقولوا له لو موفمون دان بوين دو لا كورد كومونس ابري ان روتار تمبوريل تيتا الموفمون تاع اي بوين يبدا بروتار هكا Donc la courbe 2 correspond au diagramme du mouvement du point A. Ana hita wa li bdat ba3d waqt, ha hiya li bdat ba3d waqt. L'okhra badiya min l'oul. Li bdat ba3d waqt, hadika hiya sinusoïde de temps. Donc le mouvement d'un point de la corde commence après un retard temporel, donc la courbe 2 correspond au diagramme du mouvement du point A. D'où la courbe 1 représente l'aspect de la corde à l'instant T1, sinusoïde de temps. باه ثم كيسيون اخرى من بعد قال يعطيني البيريود تمبوريل في البيريود تمبوريل كان نجيو نشوفو بيان سور باش ناخذوهم سينزويد دو طون من هنا باش نلقاو كارو 2 3 4 8 8 كارو للبيريود وعطانا هو كل كل كارو 2.3 سكوند قلنا له 2.3 سكوند هي ديفيزيون بركه و تي 8 ديفيزيون دونك تي 16.3 سكوند Donc, aye, aye, c'est bon. Je me suis dit, le circuit d'espace, le lambda, kif kif, 8 carreaux. L'ahdou, le lambda, 8 carreaux. Ou on en a 5 cm. Je suis en colo, le Z. 0,05 m, il y a une division. Lambda, 8 divisions, donc 0,4 m. C'est sûr, je suis tombé dans la célérité. Calculer la célérité de l'onde, la distance XA et l'instant T1. 25 mètres, c'est comme ça. Ou l'XA ou l'instant T1. نمشي توا للسيليريتي دونك لامدا هي تي في باش نلقاو السيليريتي 25 متر بار سكوند pour le point A تيتا ايغال 5 سير 8 تي علاش 5 سير 8 او علاش مش احنا قلنا البيريود 8 ديفيزيون بيريود ريتوها 8 ديفيزيون تي 8 ديفيزيون التيتا قدا يخدم ديفيزيون وحده 2 3 4 5 إذا كان إذا كان التيتا شوف إذا كان التي أغذر لنا التي واخذة 8 ديفيزيون التيتا واخذة 5 ديفيزيون دونك التيتا مالا تساوي 5 سير 8 فوا تي كيما كنا نعملو تي كيف كيف دونك هنا التيتا 5 سير 8 تي Et θ égale xa sur v. Donc xa égale à v fois θ. 25 fois 5 sur 8 fois 16 10 moins 3. Tout à l'heure, 25 cm. C'est pour nous dire xa. Si on aime un bas, on aime à l'instant T1. L'instant T1 est pour xf. Donc, pour xf, on ne prend pas xf. On prend le sinus 8 d'espace. Là, il y a xf. Donc, on a lambda. Quand on l'aide, on a 2 lambda. C'est pour xf. Là, il y a xf. بالضبط نوريها لكم هذه الـ XF قد فيها من اللامدا فيها واحدة دو لامدا دونك هنا الـ XF إتيقال دو لامدا V فو T1 إقال دو لامدا T1 إقال دو لامدا سور V إتيقال دو T وهذيك بيان سور T1 من بعد طلب منا مونتري كو ليكواسيون هورير دي فيبراسيون دو بوان A دو لاكورد سيكري سو لا فورم Donc, on a qu'il a d'un. Donc, entre 0 et θ, donc yA égale à 0. On va dire qu'il y a un A, qu'il y a un oméga. On va dire qu'il a d'un AT égale θ plus T sur 4. On a yA est égal à petit a. D'accord? Donc, qui est argent là-bas? C'est un θ qui dit T sur 4, c'est un A, c'est un A. C'est la même façon. D'accord. Donc, l'argent là, c'est bon. Ejma. Oui. Ah, c'est bon. Donc, si t est égal à θ plus t sur 4, il y a 7t sur 8, on a yA de t est égal à a. Kif kif. Je t'ai avoir le temps de 7t sur 8, ou à t'y être sinus égal à 1. Donc, je n'ai pas 7pi sur 4. On a pi sur 2, donc on fait moins 5 pi sur 4.
لقيت الـ Y A هي 2 ديسمون 325 بي تي موان 5 بي سور 4 اللي أنا حسبتها. ومن بعد طلب الـ Y S. الـ Y S هي Y A دو تي بلس تيتا كالعادة. دونك ومشيت عوضت التيتا. شلقيناها التيتا قبليك. لقيناها 5 تي سور 8 هكذا. دونك هنا عملنا أوميغا تي بلس تيتا موان 5 بي سور 4. أوميغا تي بلس أوميغا تيتا موان 5 بي سور 4. وعوضنا الأوميغا بار 2 بي سور تي وتيتا بار 5 تي سور 8. هنا كي نعملو سامبليفيكاسيون بار تي اش باش تولي عنا؟ باش تولي عنا 10 بي سور 8. اور 10 بي سور 8 هي 5 بي سور 4. دونك شتينا أ سينوس أوميغا تي. أي معناها الفي إس قدا الفي إس؟ قدا طلعت لنا الفي إس؟ زيرو. بيان سور الفي إس طلعت لنا زيرو. داكور مادام الفي اس طلعت لنا زيرو كان نغزر الكورب احنا باش بدات هنا بدات واحد في البارتي بوزيتيف معناها الفي اس يقال زيرو وهنا اخر واحد باش كملت بواحد في البارتي بوزيتيف معناها الفي اس قدا زيرو في اس يقال زيرو دونك والكل شعطانا عطانا في اس يقال زيرو نجمو كامل بالكالكول يعني لازم نبينوها لازم نبينوها نجموش نقولوا دقه لكوب لا 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 هو قال لك ديدوير اي اس دو تي اي قال لك ديدوير اي اس دو تي هوني ديدوير ريتها اي دونك لازم تقول اي اس دو تي ايغال اي ام دو تي بلس تيتا فهمتوني وي باي دونك ليكزيرسيس هذا انا عندي الكوريكس